هاي. تكنولوجيا الرجال الآليين عم تفرض حالها علينا ورح تكون جزء مهم من المجتمعات المتطورة بالسنوات القليلة الجاية. الرجل الآلي يلي بيشبه البشر اسمه أندرويد، تماماً مثل النظام يلي بتشتغل عليه بعض الأجهزة الخلوية، والأنثى اسمها جينويد. جوشوا براودر هو شاب بعمر 18 سنة طور رجل آلي محامي بيخلي الناس يحصلوا على مستندات أنونية لاستئناف ضبوطات مخالفات الركن بشكل مجاني، والخدمة وفرت على الناس أكثر من 3 ملايين دولار. أطلقت مجموعة من الأشخاص بجامعة تورونتو رجل آلي بجولة عالمية بيعتمد خلالها على لطف الغرباء اسمه هيتشبوت، وبعد مرور أقل من أسبوعين على انطلاقه داخل الولايات المتحدة تم إيجاد إيديه وراسه مفصولين عن جسمه. مين قال إنه في أوتيل باليابان فريق عمله مكون من روبوتس؟ أنا قال. شوفكم بكره.